صباح الخير، كيفكم؟ يا رب تكونوا بخير وانتم بتشاهدوا بهالفلوج. اليوم جوليا صحيناها للمدرسة هي وسلاف، بس للأسف جوليا صحيت مريضة، فكها وارم كتير ومش عارفة هل هو طحون سن لوز، مش عارفين لحتى الآن. نروح على الطبيب يشرح لنا حالتها، وحبينا ناخدكم معانا ونعرفكم شو بصير في هاليوم في جوليا. اذا طلع اشي بسيط ان شاء الله حاعطيها مسكنات وادويه وحوديها على المدرسه. وهي لابسه مثل ما انتم شايفين الزي، بس والله ما قدرتش لا تفطر ولا امشطها، كنت امشطها غصب من فكها، كثير وارم ووجعها اكيد ملاحظين. ورجيهم يا جوليا، هاي اكيد ملاحظين عليه وارم كثير فكها وتعبان. فانا حطلع بيها على عياده وحاخدكم معانا. يلا احنا وصلنا لعيادي يا جماعه، وان شاء الله خير يا جوليا. جوليا تعبانة مش قادرة. على فكرة صار معي موقف يا جوليا، انه انا نسيت التأمين الصحي في البيت، والحمد لله ساعدوني وعملوا لي الورق الحمد لله. يلا خلينا نفوت على الطبيب. هات الشنطة عنك يا جوليا، هات. يلا امشي، يلا امشي قدامي، امشي فيك يا ماما. صباح النور، اهلين. يلا روح نستنظر. هانا يا ماما، هانا فوتي، هانا يا جو فوتي. ايوه على الكراسي هدول الاشياء. تعبانة كتير يا جماعة جولي، حتى مش قادرة تسند راسها من الوجع من ورا مفكة. هي باينة وعلى فكرة معدة على عينها ورا، كتير وجهها وارم. ان شاء الله خير. يلا نفوت على الدكتور يا جولي. ايش مالك؟ صحيت من النوم لقينا فكها وارم كتير وزي المحجر. روحي يا ماما. هاي فك الشجر الشمال هذا اللي بيت. ايوه طواحينها. طواحينها يعني مش لوز، بس هو ما هذا الطواحين على دمل تحت. دمل؟ كده مضاد حيوي كويس. في معي مضاد حيوي عادي لو ورجتك اياه. ما عمرها قديش؟ 7 سنوات. لازم جوليا تروح على دكتور الاسنان، على طبيب الاسنان. ولا فيها الدواء وقتيش بتخف من الورق بروح الوجع تبيع على طول الاسنان عشان اعملها. خلص ان شاء الله يعطيك العافيه. بعد الدواء ان شاء الله، بعد 5 ايام من الدواء ان شاء الله يعطيك العافيه. نروح على الصيدلي نشتري لها الدواء لانه مش متوفر طبعا بالعياده الخصوصيه، فحنروح نشتري لها اياه من الصيدليه. وان شاء الله حطيب جولة، وبعد ما حطيب ويروح الدمل منها هناخد دوام. وين حتروحي؟ على طبيب الاسنان، لانه اسنانها عاملين لها ورم وعاملين لها دمل تحت في فكها، وفكها كتير موجعها ومألمها كتير كتير. نزلنا يا جماعة على الصيدلية، وللأسف الصيدلية لسه مش فاتحين لأن الدنيا بدري، تقريبا الساعة 9 هم بيفتحوا، بعد الساعة 9 على 10، 9:30 زي هيك. فالصيدلية مفكرة حنروح على بيت دار عمي نستناهم لبال ما يفتحوا. يا جوليا تروح على 6. هنا يا جماعة مثل ما انتم شايفين فتنا على الصيدلية، وهي جوليا بتتوجع تعبان كتير. يا جوليا سلامتك يا ماما. تفضل لو سمحتي صرفي لي الدواء. لمين هذا الدواء؟ لإلها؟ إلها عشان عندها دمل. تشرب الشراب؟ لا بتشرب، بس هو حكى إذا بتشرب حبوب عادي تشرب. قلت له بتشرب هي حبوب، بس أنا على أساس إنه تخبرهم صحابها في شراب يعني التركيز المطلوب. تعبان مش قادر توقفي. أجينا عن الطاولة يا جودي، نص حبة من هذا. 3 مرات باليوم بعد الأكل، وهذا حبة 3 مرات باليوم أيضا. خلص ماشي تمام. تمام ماشي. بس تنسيش مضاد الحيوي، نص حبة، نص حبة كاملة، لأنه عياله عايد عليها كتير. تعالي يا جوليا بدنا نحاسب. وهيك كان يوم جوليا عند الطبيب. لا تنسونا من ايش يا جوليا؟ لايك. الله عيني جوليا، تقول لكم لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، بنحبكم كثير. سلام. يلا احكي لهم سلام. سلام.